السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، والنهاردة ان شاء الله جايبة لكم وصفة سريعة جدا جدا يا بنات، وحلوة قوي قوي قوي. واحلى حاجة فيها ان هي للتنحيف، وسريعة جدا جدا في تنحيف البطن، وبسرعة رهيبة. واحلى حاجة برضو فيها ان هي ممتازة جدا جدا لمرضى القولون العصبي، ممتازة جدا جدا للناس اللي عندها مشاكل في المعدة، او عندها التهاب في المعدة، او عندها معدتها بتتحسس من اقل حاجة. الناس كمان اللي عندها مشاكل في جسمها، لان الوصفة اللي معايا النهاردة بتحسن من الجهاز المناعي جدا، بتنقي الجسم من الميكروبات والجراثيم، وكمان بتنظف الجسم من الميكروبات، وكمان بتطهر الجسم وبتنقي المعدة وبتريح المعدة، وبتعالج كمان جرثومة المعدة. ودي المفاجأة، الناس اللي عندها جرثومة في المعدة، الناس اللي عندها مشاكل في المعدة، الوصفة دي هتخسس بطنك، وفي نفس الوقت هتعالج مشاكل كتير جدا جدا في جسمك، ومنها كمان زيادة الكوليسترول في الدم. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعملي لايك للفيديو فضلا وليس امرا يا حبيبه قلبي. وانت بتتفرجي عليا ربنا يبارك لك يا قلبي. اول حاجه معايا هنا بصله. بصله يا مايا للتنحيف، طب ريحتها؟ طيب يا مايا هتعمل ريحه؟ انا ما بحبش البصل، اصل هو بيعمل الريحه في البق، بيعمل، لا ما تقلقيش خالص. الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده من البصل هتخلي بطنك منحوتة، وهتلاحظي فرق رهيب جدا جدا في اول 3 ايام. هتلاحظي فرق وهتحسي براحة، هترتاحي للوصفة دي جدا بجد وعلى ضمانتي. مع البصل يا جماعة من الحاجات اللي بتنقي الجسم جدا من السموم، وبتزود الحرق في الجسم، وخاصة الدهون اللي بتكون عنيدة جدا، وبتشيل المية اللي بتكون متخزنة في الجسم. هنجيب بصلاية زي ما انتم شايفين بحجم متوسط، وهنبدأ نقشرها، هتبقى بالشكل ده. تمام، هتبقى بالشكل ده. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نجيب البصلاية دي، وهنبدأ نجيب المبشرة بتاعتنا ونبشرها كويس جدا. بشرنا البصلاية بتاعتي بحجم الوسط، وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده يا حبيبة قلبي. تمام. هنعمل ايه بقى يا مايا؟ اول خطوة التانية، هنجيبي هنا برطمان بالشكل ده، برطمان زجاجي كنت بتستخدميه، بس يكون زجاجي، برطمان يكون زجاجي ونظيف وايه وناشف. تمام، هنبدأ ناخد البصلة بتاعتنا دي، وهنبدأ ان احنا نحطها في البرطمان ده. تمام، بالشكل ده. تمام اهو. وهنبدأ ننزل عليها بايه؟ هنجيب معلقة من القرفة او الدرسين على البصلاية بتاعتي، نص معلقة صغيرة، ما تكتريش عن كده. تمام، ولو ما بتحبيش القرفة او مش هتقدري تتقبليها، يبقى هتستبدليها بالكمون المطحون. تمام، يعني عشان في ناس ما بتتقبلش طعم القرفة او ما بتحبهاش، فممكن تستبدليها بالكمون المطحون. تمام، هنبدأ ننزل عليها. ده خل ابيض، الخل الابيض العادي جدا اللي انت بتستخدميه في الطبخ. هنبدأ نغطي، هقولك حطيت قد ايه خل ابيض. انا حطيت كوباية صغيرة من الخل الابيض على البصلاية بتاعتي والقرفة بتاعتي. تمام، هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بالليمون، هننزل عليهم بالليمون كده اهو، وهنعصر. تمام، وهنعصر برضو، يبقى كده عصرنا ليمونة. تمام، ركزي معايا عشان لو استخدمتي الوصفة غلط هتبقى مش كويسة عليكي، ومش هتجيب معاكي نتيجة وهتضرك. فانتي ركزي معايا علشان تستخدمي الوصفه صح، تستفيدي منها كامل الاستفاده. هتشيل الكرش خالص، هتخلي بطنك منحوته، وهتشيل السموم من جسمك، وهتزود جهاز المناعه بشكل جميل جدا ان شاء الله. تمام، احنا كده يا حبايب قلبي عصرنا ليمونتين كبار. تمام، هنقلبهم كويس كده وهما جوه البرطمان بالشكل ده اهو. بصي بقى يا حبيبة قلبي، هتسيبي المكونات دي زي ما هي كده،
تمام، هتسيبيها تتنقع زي ما هي كده في الخل وتسيب البصلايه في الخل والليمون والقرفه منقوعين بالشكل ده. هنسيبهم منقوعين قد ايه يا ميه؟ هنسيبهم منقوعين 3 ساعات كاملين بره التلاجه، او ممكن جوه التلاجه زي ما انت عايزه. تمام، بعد ما سيبناهم منقوعين بالشكل ده هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجيب برطمان تاني بالشكل ده، وهنبدا نجيب المصفه بتاعتنا، وهنبدا نصفي ده يا حبايب قلبي بعد ما سيبناها منقوعه ساعتين. تمام، بالشكل ده. تمام اهو زي ما انتم شايفين اهو، اخدنا الميه بتاعتها. بعد كده هنبدا نجيب معلقه من العسل الابيض، او العسل النحل قصدي، عسل النحل. تمام، ويكون نوعيه جيده. وهناخد معلقه كبيره من عسل النحل وهنحطهم في المكونات بتاعتي، وهنقلب كويس قوي لحد ما العسل يدوب تماما مع المكونات دي. تمام اهو. تمام، هنبدا بقى يا حبايب قلبي المكونات ديت مع بعضها هنبدا نغطيها وهنسيبها في التلاجة. هنستخدمها ازاي يا مويه؟ دلوقتي احنا سايبينها في التلاجة وغطيناها. معلش المايه دي يا جماعه اللي اتدلقت مني وانا بعمل في بنقل الوصفه. ماشي، هنجيب كوبايه زي ما انت شايفه بالشكل ده. تمام، وهنبدا ناخد معلقه، بصي كده اهو، اهو معلقه واحده بس في الكوبايه. تمام، وهنبدا نشيل الباقي في التلاجة. دي هتقعد معاكي اكتر من اسبوع، هتقعد معاكي كتير قوي لانك بتاخدي معلقه واحده منها. تمام، وهنبدا نجيب الميه المغليه بتاعتي بالشكل ده وهنقلب بالشكل ده. تمام، لا ليها ريحه بصل ولا فيها ريحة بصل خالص، مش هتحسي ان انت اصلا الوصفة دي فيها بصل، لان الليمون والخل والقرفة والعسل قضوا تماما على ريحة البصل، وبالذات ان احنا كمان محطناش، صفينا البصل وخدنا ميته، او خدنا معلقة واحدة بس على كوب المية الدافي ده. هنشرب المشروب دوت مرة الصبح قبل وجبة الفطار بساعتين، ومرة قبل النوم. اتفرجي على الصحة، رشاقة بطني مفيش خالص، بطنك هتبقى منحوتة، جسمك لو عندك اي مشاكل في معدتك هتتعالج، اي مكروبات، اي زيادة في الكوليسترول في الدم هيقللها، عندك اي مشاكل في جسمك هيزود المناعة وهيدعمك بالطاقة وهينقي الجسم من السموم تماما، هينقي الجسم من السموم وهيشيل بطنك خالص وهيخسسك بشكل ملحوظ جدا وهيحسسك بالشبع. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ان شاء الله تستفادوا منها. اشوفكم على خير يا حبايبي، والسلام عليكم.